بسم الله الرحمن الرحيم. هاد المنابر الإعلامية وداكشي بغيت نوصل واحد نوصل الآثار اللي ما تعرضنا لها في هاد الأسبوع المر، ليلة العيد المولد النبوي اللي هو كانت مناسبة دينية شريفة، إذا بها كتحولت نكد ولغم وسيطرات وقتل وتهديد وبزاف. اللي بغيت عاود ناكد عليه ان انا ولدي باقي كيعاني من اثار ديال الضربه اللي حاليا ما لقيناش اشنو العلاج ديالو، وست من نهار من يوميا حنا في السبيطارات على اثر هذا الهجوم البربري. عصابه اللي تكون من 6 افراد او 7 هي اللي هجمت علينا في المنزل ديالي بالضبط، اللي خلقات الرعب في العائله ديالي والاسره ديالي راه كلها كتعاني من هذا هاد الهجوم البربري. الزوجة ديالي، زوجة الابن ديالي، الابناء ديالي ثلاثة، العائلة، الأسرة، إخوان، كل شيء تأثر بهاد الشيء هذا. اللي هو كتشوفوا الإخوان اللي حالة اللي ما كت اللي داخلة على المجتمع فهمتي، وما عمرنا عشناها، ما عمرنا شناها، و باش غادي نعبر لكم، باش نعبر لكم على النفسية ديالي واللي كنعاني فيها دابا حاليا. راني في واحد الحالة، حالة ما شاء الله فهمتي. بغيت نوصل واحد رسالة أخرى، أن ولادي راه كلهم كيعانيو من هاد الهجوم. راه حاليا راه حنا في واحد الحالة يرثى لها. كاينة حالة أن الأمن راه خدام في المسألة بمعنى الكلمة. اللي كنشكر الناس ديال السي الحموشي على رأسهم السي عبد اللطيف الحموشي، العين التي لا تنام، راهم دايرين المجهود ديالهم فعلا. الاشخاص باقيين هربانين لادين بالفرار فهمتي، والناس راه كتخدم مساء عشيه باش يشدوا بحال هذا النوع هذا اللي هما عاله على المجتمع. هاد الناس هادو باقيين كيدوروا على برا فعلا، ولادي راهم مأثرين بهاد الحاله هذه فهمتي، خوتو راهم مأثرين. ورانا انا وليت في واحد الدوامه، ما حيلتي نصبر وليداتي، ما حيلتي العمل ديالي، ما حيلتي السبيطار، ما حيلتي الاسره ديالي. انا راه تخلبط الامور عندي، ولدي هو كيعاني مميته اللي هي مميته، قدر الله كان بغا يتسموح على وليداتو. هو البيكر عندي انا الدراري، ضربه اللي طب حالو فيها، طب حالو فيها. دابا هو كيمشي ويجي، يلا كيدور لا سوانس يرجع غدا العمليه، غدا البارح عليه والبارح بعدا غير حاولوا عاودوا يشدوا يديروا لنا ليه الدوسي باش يحاول ينعس. وقال لك راه ما ترجعش هذيك الطرف اللي حيدوا لي من راسو ديال 7 سنتيم وما يزيد 7 في 6 عرض. هاي راه شافوا هذيك الاخوان في واحد اللايف ديال شوف تي في، لان الناس ما بغيناش نبقاو ناثروا الدماء وداك الشيء ما مزياش. راه ما بغوش يرجعوها ليه، عنده غتولي عاهه مستديمه عنده في الراس ديالو اللي غتبقى تاثر عليه نفسانيا على طول الحياه ديالو اللي هو 30 سنه عنده. شوف العمر ديالو شحال غيبدو ليه الله سبحانه وتعالى، وغتبقى هذيك الاثار عنده ديال هذيك الضربه. واش هاد الناس ما عندهمش رحمه، ما عندهمش شفقه؟ واش ما كيخموش للاسر العائلات؟ ما كيفكروش الناس الامينه؟ الناس باغا تاكل وتشرب، ما باغا لا صداع لا والو. واش من جلسه فرح، جلسه عشاء، عشاء جلسه عشاء كلها خمريه ولا هادي غادي يبقى فيها الحال؟ جلست عشاء مع ولد عمهم عادي، ما انا كانت عندي راه كما كتعلموا كانت عندي مناسبه هنا في الدار، والمحل على قد الحال غيطلعوا على السطاح يتعشاو، كاينين عالات كيدوروا تما سيروا خبز ساعة اخرى خلينا نرتاح، كاينين ناس برانيين. كتبقى فيكم الحال، كتنوضوا ديروا هادشي كامل لا والو. ما فهمتش انا اللي بغيت نفهم اشنو وراء هاد الضرب ديال هاد الحال اللي وصلنا لها، اشنو اللي وصل لها باش هاد السيد هذا يتيتم على ولادو ونترزا فيك انا كتاب. ملي قلت لكم انا اب ماشي اب عادي، اب عانى على هاد البلاد وقاسيت، نضحي قلت لكم كان مازال نعاودها، ضحيت بالشباب ديالي من اجل هاد الوطن، وعطيت من الدماء ديالي ومن الصحه ديالي ومن الد ما في الحياه ومن الد ما في السن. الريعان قضيته في الرماد مع الافاعي والسحاري والظلمات والعطش والجوع وبزاف د الحوايج اللي عانينا منها من اجل الوطن ديالنا في الصحراء المغربيه. الحمد لله اليوم انا
وليت كنهاني في اخر شباب اخر شيء ديالي باش نرتاح وخدا نعود داخل لهاد المتاهات اللي هي انا في غنى عنها. وراك ناكد عاود ثاني باش ما نطولش بزاف من سيدنا نصر الله الحموسي ياخذوا لنا حقها والسي اللي على رئيس قائمه الامن للبلاد سي عبد اللطيف الحموشي العين التي لا تنام. وهاد الناس ديال منطقه مولاي رشيد جزاهم الله خيرا. انا ماشي كنتجاملهم، انا شفت الوقفه راه واقفين معايا، واقفين معايا رجال ساهرين ومتصلين بيا الحمد لله دائما، راه كيبحثوا ليل نهار على هاد المجرمين باش يتشدوا. والله ما نخدم عليكم الا انهم خدامين، تابعوني السبيطار والبارح هنايا ويوميا دابا الاتصال يوميا وكيطلعوا عندهم، ولكن البراس راهم مع الحر ديال الضربه راهم هربانين لحد الان، راهم باقيين طلقاء صراحة. وكنت طلبت من السيد وكيل الملك جلاله الملك نصره الله انه ياخذ هاد الحاله هذه بعين الرحمه والعطف لهذا الشاب هذا اللي كانوا غادي يقتلوا في ريعان الشباب ديالو. ورد لي الاعتبار للاسره ديالي والعائله ديالي اللي تجمعوا عليها في المنزل ديالي، والاخ ديالو واخ اخر حتى هو راه كيعاني من اثر الضرب، ولد عمه ونفسانيا حتى هو كيعاني من اثر هذه الحاله. حنا ناس مسالمين، ناس ما كنعيشوش في هاد القوقعه ديال ولا ديال الخوف والخلع والرهبه، ناس عمليين نظاميين محبين للوطن ديالنا محبين للاسر العائلات، كنزرعو في الخير وكنساهمو فيه الحمد لله، وما عندناش شي صوره اللي هي كتسيء لينا ولا كتسيء للابناء ديالي. ودابا من هاد المنابر الحره، منابر اللي الحمد لله كتوصل صوت الضعيف للراي العام الوطني العالمي، بغيت رسالتي توصل للمعنيين بالامر يزيدوا يكثفوا في المجهودات ديالهم من اجل قبض هاد المجرمين واتخاذ القصاص ديالهم من القضاء النزيه ديالنا، ويكونوا عبره لمن يعتبر ان ولا السواطير ما بقاش ولا هادشي ديال المخدرات تاثروا. وراه لا يخفى عليكم ونأكدها، هاد الاقامه هادي حارس ليلي قطعت ليه يده راه كيعاني منها مسكين، حارس ليلي تا هو اخر في هاد الاسبوع تعدوا عليه، لان هاد المجرمين راهم كثروا هنا. نطلب سيد الحموشي يعزز هذه المنطقه شويه بالامن، يزيد يعاود يعززها الناس خدامه ويزيد يعاونهم هذه المنطقه، راه الى 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 يد الحمد لله تقوى فيها الامن راه غادي يوصل عندنا شويه ديال الاستقرار والطمانينه. ما غنبقاش نشوف على الهاتف، وهذا هو الكلام ديالي والسلام عليكم. واو الجيران السلام عليكم. نطلب من هذا المنبر نطلب باغي حقي، تعدي عليا من هاد الناس اللي تعداو عليا، تعداو عليا على والو، ما داير لهم حتى شي حاجة، ما بيني وبينهم والو، لا ما هما من سهمي، باقي كنعاود أنا من سهمهم. حنا ليلة العيد ليلة العواشر عيد المولد النبوي كنتفاجئ بهاد الفاجعة اللي وقع ليا دابا لحد الآن، وأنا راه باقي مصدوم، باقي مصدوم من هاد الفاجعة اللي وقعت ليا. كاليس على خوتي، خوتي ما راهم ماشي ديال المشاكل ماشي ديال الصداع. تكالي لي غنكالي عليهم انايا غنمشي فيا انا الدقة، انا غنمشي فيا انا الدقة، راه باقي كنعاود كنقولها، كيقول لك تفوت الراس وتجي فين ما بغات، انا جاتني في الراس. وانا عندي جوج وليدات، عندي بنت وولد، راه باقي الله يستر الدراري اللي من غادي نخلوهم، شكون اللي غادي يوكلهم، شكون اللي غادي يشرفهم. هاي 4 ايام دابا انا من نهار الخميس بالليل وانا باقي ها نتوما ها الدوايات ها التحاليل ها البلاكا كلشي درتو، كلشي الحمد لله درتو، شي حاجة ما ها سكانير ديال الراس ها كلشي ها سكانير ديال الراس، هو باقي متبعين معايا الحالة ديالي. اللي عندك عملية نهار الحد مشيت نهار الحد عاوتاني نقاو ليا الجرح، قالوا ليا بأنك غتجي نهار الثلاثة، عطاوني واحد الوراق عمرتهم بواحد الدوسي مع ان خصهم يبقاو ينقيو ليا فهاد الضربه تيبرى ليا اللحم، عاد غيديروا ليا العمليه. شوف شحال دابا انا شحال، واش شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، المهم انا من يومين ليومين خاصني نعود ديما نمشي للسواني عاد ديما نمشي للسواني على الضربه. هاد الناس اش بيني وبينهم، هما دابا خلاو لا عيد لا عواشر، ما صدقنا فرحانين بعيد، ما صدقنا فرحانين حتى شي حاجه، لا عشاء لا حتى شي حاجه، علاش على والو. عارض عليا طلعوا تهجموا علينا
الاخوه الكرام عاودوا لنا مصطح بالسيوف ديالهم، ما بيننا وبينهم حتى شي حاجه، وكان بيننا وبينهم شي حاجه نقولوا حنا مريحين غير العشاء، ما كاين لا خمر ما كاين والو، ما مريحين عائله بعضياتنا. كبرياتي نقصوا لينا مصطح الريبورتور ديالو التجاره كيتهز مسكينه احنا عرفتي نبيعو نشريو مسالمين وبعدنا من المشاكل وما كاينش المشاكل الحمد لله. لا تراصاز لا وشام لا عندناش حنا في العائله ديالنا اللي فيه شي وشمر، ما كاينش شي واحد انا الحمد لله اللي ضارب نهار ديال الحبس عندنا في العائله ديالنا، حنا ما عندناش والو، هو الايدين ديالو يبينوا لك ما كاينش وشام ولا ضرب ولا شي حاجه استاذ. هاد الناس راه طغاو وجهلوا ويعني بغاو يفرضوا السيطره ديالهم وبغاو يديروا داكشي اللي بغاو، وهادشي راه حرام راه ماشي لا عبدو، هادشي راه ما تيبغينا الله لا عبدو. هاد السيد ويتشموا على الجوليدات يعني كيقول لك فراسو يعني مستديمه باغا تقتلو، وراه هي هادي ضربه ديال الموت. هادشي اللي كيبان لنا الاخوان، وانتم كتشوفوا هاد الحاله ديال هاد جوج الناس هادو، راه هاد الناس راه بغاو يتشموا على والديهم وعلى ولادهم. السلام عليكم، انا الاخ خالد زرو الاخ ديال اسامه، تعرضنا لهجوم من عصابه ديال 8 الاسخاش، 10 الاسخاش جاو، ماشي جاوكم فاس، جاوك غدر، جاوك غدر بمسطارات ديالهم، ما جبدوش مسطارات فين جاو من السطح، لا حتى نقزوا عندنا السطح، حتى زادوا بحال ثلاثه الخطوات، حيت حنا كنشوفوا اللور. انا ضربه في راسي ما عارفش واش غنبقى عاقل ولا باش غنبقى عاقل ولا باش اسمعني اصاحبي، كندوي راه قلبي كيدير، انا عارف قلبي كيدير، انا راه تلاقات الوالد لورد، انا راه تلاقات الوالد لورد. كمل كمل خالد، هجموا علينا تسلتو جايين كيتسلتو حيت مدرقي، جيتي تنقصتي السطح توصل شي حدانا بثلاثه الخطوات، حنا عاطينك بالدار نتوما السبعه جبدتو مسطارات تما عندك والو، وماشي مسطارات باغي يخلعك. عباد الله راه ماشي راه عصابه، راه ثلاثه اللي كيسكنوا هنا والثمانيه والسبعه الاخرين ولاد الشيشان، اي بالنسبه ليه ولاد الشيشان ودنا الحيدالي، حيت علاش ما كيعرفناش هو هنا، حيت ما كي علاش هما جايبين وما كيعرفوناش هنا. تعرف كيفاش هذا؟ كمل خويا، راه انا الدري خويا راه باقي الحر ديال الضربه ديالي ديال الشمته، كتسمى شمته ماشي ضربه الغدر، واش لي الضربه وشوش لي خويا، لان انا كاليس عليهم في الشحط، انا اللي كاليس عليهم في الشحط بزاف، هو تيعاني فهمتيني، انا ما عنديش خو عينو ما صبرش، كان غادي يتعرض محاولة القتل، عشان محاولة القتل واش فهمتي، مصدوم لحد الان هو باغي. حنا كنقولوا الله يخلينا السي الحموشي والله يخلينا جلالة الملك، الشرطه راه دايره خدمتها راه قايمه بالواجب ديالها، باش حنا غادي ناخذوا التعر ديالنا، ما نقدرش ناخذ التعر ديالنا وعندنا المخزن الحمد لله في البلاد، ياك عندنا المخزن الحمد لله في البلاد، والمخزن غادي ياخذ لي انا حقي، انا كنطلب غير حقي من هاد الناس هادو، غير حقي منهم، هما باقيين كيدوروا، باقيين كيدوروا وباقيين كيتعطلوا في عباد الله، باقيين كيدوروا وباقيين كيتعطلوا في عباد الله. وانا كنطلب من السي الحموشي ومن جلاله الملك ياخذوا لي حقي، انا كانوا غادي يتموا على الوليدات، انا مرانا باقا مخلوعه لحد الان، باقا لحد الان الخلعه باقا شاداها باقا ما متيقاش، واش انا بحي ولا ميت على داك الشيء اللي الدخله اللي شافني جاي داخل فيها، كيفاش داخل في البال راسي ماشي اول ما حيتي لولادي ما حيتي لمرتي ما حيتي الوالدية ما حيتي كنطلب الحمد لله ربي باقي رضات الوالدين، وشي دعوه اللي لقات عليا بعدا اللي خلاتني باقي الحمد لله الان راه باقي كنهضر وباقي مريح معاكم. راه نتوما اي واحد يحسب لي ولدو، انا يحسب لي ولدو، اي انسان يحسب لي ولدو ولا يحسب لي خوه ولا يحسب لي ولد خوه تعرض للهجوم من هاد الطرف، هاد الاشخاص ثلاثه ولاد الدرب، ثلاثه جيران ولاد الدرب جايبين لينا عصابه من جهه اخرى، برانيين هاد البرانيين اش بيني وبينهم انا؟ اش من عداوة بيني اسعد شنو هو المشكل اللي بيني وبينهم؟ انا بعيد منهم، انا كنبيع ونشري، ما كنخل نقدر نجي نعد محل نعاون الوالد ديالي، ما ديال عباد الله ما كنتعدى، وانا راه مكافح على جوج وليدات، عندي بنت وولد،
بنت راه يلا دخلت التحضيري اول على هاد الولد هذا لما غيغوص بابا ولا غيغوص لما غيغوص اخويا الكبير غيغوص البا غيغوص ليا انا الدري دابا ما باغيش يتفارق عليا الان راه دابا نقدر نجيبو نديرو حداكم هنا شوف اللي غادي يدير عليا هادو 3 سنين وباقا ما كيعرفش يهضر غتكربك الخلعه كنقول كي راسي كي كنقول لها راسي قامت لي كيهرب واش دري صغير 3 سنين خايف علاش هادشي شنو هادشي واش حقره تعدو تقرقه بشي بنت كان في البلان الزوجه ديالها ديك الليله راه ما شديناها بكشيفه والله العظيم الا ولات انا حد باغا خايب عليها واش بيا سفر الوجه انا دابا راه باقي كنعاني اسيدي انا هي زوجة اسامه زرو هذاك النهار د العيد مع الصباح جا عندي قال لي انا يا راه باغي ندير طاجين مع صحابي في هكا نتعشى شو ما فيه عباس هكا جيب لي هذاك الشيء وغندير له الطاجين درت له طاجين وجدت له خرج يجيب الخبز هادشي بالليل وهضرتي على الليل بانه بالليل وكنت وجدتي في الطاجين مشيتي جبت الخبز لا تندوي على الليل جاب الخبز طلع للسطح يقاد داك البلاصه اللي غيتعشاو فيه حنا دايرين عيد ميلاد لواحد الدري صغير ملي جا صافي راجلي تحسيت انا انا سمعت سمعت نقزوا من السطح الاخر وهجموا عليه حيت هو ما عنده والو في ايده ما عنده والو لو كان تا كتعدو شي حاجه راه يدافع على راسو انا عارفاه تيقافي صافي هجموا عليه سبعه الناس ولا ثمانيه د الناس ضربوه خوتو تا هما مهزين والو ها هو وخوتو صافي ضربوه عيا ما يدافع بيدو عيا والو سبعه الجناوه حدا واحد ما عدوش باش يدافع ما عندو ما يدير صافي ضربوه طيروا له الشلخه راسو هود لعندي للدار دخل بحال هكاك مدمي صافي انا ما قدرتش نتحمل هذاك الشيء انا شفتو راه شفتو مضروب راه داك الضربه راه شفتها عمره وغتزول لي مغرط عيني طاح فيا النص طاح فيا النص لو كان تا كان مات هذا الراجل انا شكون غيعيش لي هاد جوج دراري انا راه 6 سنين وانا مجوجه بيه عمري ما خرجت ما تنعرفش الزنقه كيفاش دايره كيف غنسير راسي انا راه هو اللي عندي راه يتيمه من بوم وما يزيدوش يتموني حتى من راجلي راه هو اللي عندي في هاد الدنيا انا ما نقدرش نعيش بلا هادي نتوما الاخوان كتشوفوا هادشي اللي وقع علينا هانتوما كتشوفوا هاد الظلم هادي كتشوفوا هاد الظلم راه هو الله يرحمهم انا غنغيروا لنا الوجهه ديالنا والحياه الاستقراريه اللي كنا نعيشوا فيها غيروها لنا عايشين جحيم اسبوع ديال الجحيم وحنا عايشين فيه دابا كنطلب يا ربي يا ربي لما ديرنا شي تاويل الخير يا ربي لما شفت من حسد العائله والناس انا عاود نكرر الناس ديال الامن الله يجزيكم بخير كتفوا المجهودات ديالكم وزيدوا راكم خدامين وعارفكم انا عندي ثقه بكم راكم خدامين والله الا عندي ثقه بكم بالله وتا الراي العام اللي تعاطف معايا كامل الناس الاخوان اللي تعاطفوا معايا هذه الحاله ديال الزر وعطيت في الاسره ديالو من داخل المغرب وخارج المغرب راني كنشكركم من هذا المنابر وكنشد على ايديكم جزاكم الله خير وراكم عرفتوا ان هذا الشيء هذا العبد هذا ماشي ديال الصداع ماشي ديال الحرب ماشي ديال المطيفات ماشي ديال الصداع انسان عامل درويش داخل فلوسنا اللي بينا كنعيشوا الرعب والخوف والخلعه والقهره في هذا الاسبوع من شير ديما عالة على المجتمع عالة كنقسم لك فمي بالله البارح بالليل سول مع صفقت الوالده مع تزيدي الليل تخلعات تلقاتني كنعلق فيها وكنبوس دخل يخرج بها كنعلق فيها وكنبوس وكتقول لي مالك وليدي عرفتي شغل راه هي الوالده ديالي هي باقا مع تزيدي الليل فقط كانت نخصص علاش حيت باقا مفقوسه مسكينه عرفتي لحد الان هي دابا هي الوالده ديالي كتعاوننا ومعاونة معانا وواقفة معانا ومخليها ما دايرة علينا تا كنوض مع تلاتة ديال الليل كنعلق فيها وكنبوس وكنبكي علاش شتي خبز يلاه حطي شي الخبز في الكوزينة طلعتي باش غتوجد وباش غتعشى وكلشي معاك كلشي هو جاي عندك تا كتفاجأ بأنه إنسان واقف كيتسنى فيك حاديك واش هادشي ولاو عند السميريه واش عند السميريه كنعرفو هما في البيع والشراء تا ولاو عند السميريه في الضرب والجرح كنعرفو السميريه في البيع والشراء كاين السميري
ما كنعرفش كيستميني في الضرب والجرح. انسان ما جاكش ديريكت جايك بالغدر، لو كان جاك ديريكت غنقدر نهرب. واش غنقول لكم انا غنكافع على بنادم عندو جنوي غندخل وسط منو تمني انا شغلكو كاع عمرك الله راه تلا بشر. انا ماني ملاك راه بشر تاع انايا. غنقول لك انا غنتكافع مع مستوى غنهرب غنهرب ما غندخلش. تا كنتفاجئ بالجناوه باش يجي باش كضرب. تكلي غنكلي على خوتي الحق انا خوتي هما فخوسي. المهم كيبان لي انا هادشي فيه الكفايه. الله يجزيكم بخير سناسو و بغينا هاد الرساله توصل للراي العام. لا شي حاجه شي حشيره ماشي السي عبد اللطيف الحموشي وراه متابعينك وداك الارهاب داك الارهابي اللي قشري داك البوليسي راه انت اللي وقفتي عليه باش شديتيه. والله يرحم لك الوالدين وعاش الامن. وشوف من حالنا شوفني انا في اقامه الادماج راه فيها التعدد وفيها الحقره وفيها السرقه وهاد الناس هادو اللي مضاربين دابا العصابه اللي باقي تدور دودينش كيدوروا في السطوحه بالليل وكيهبطوا مع الثلاثه ديال الليل كيبداو يجريسيو في عباد الله اللي غادا السي الحموشي. راه والله حتى كيجريسيو في عباد الله راه ودخالو جاي فوكو كيجريسي خلاه تمشى للعوينه وجا لي من اللور 33 غرزه راه تا هو مديكلاري. والله يرحم الوالدين وعاش الملك عاش الملك. أنت هو توا هو كلشي كلشي هانتوما كلشي حداكم هانتوما كلشي هو حداكم. أنا راه المشكل عندي راه خاص خويا يبرا راه أنا ما براش خويا ولا خويا ولا كيتلف في الهضرة ولا مابقاش حيت عندو ضربة ديال الراس راه واعرة. ضرب في ربع أيام شوف شحال ديال الدواية أساسي ضرب ربع أيام. أنا الكنازة كيفاش غاتكون تكون هادي؟ قول لي الكنازة كيفاش غاتكون؟ بقات لوني أنا شحال ديال الدواية شحال ديال الأوراق أنت ضرب ربع أيام باقي لحد الآن أنت ما كدير التحاليل يدير لابوراتوار ديال التحاليل هاو التحاليل كلشي عندي هانت هادي الدوايات. الواقع انا دابا كنشوف غير براسي انا باغي راسي يبراليا لحد الان دابا انا باغي راسي يبراليا هادشي اللي باغي. ما باغي حتى شي حاجه كنطلب من السي الحموشي وعاش الملك عاش الملك الله يشافيك الوطن الملك خذ لي حقي راه بزاف هادشي. واش انا تنشر هاد الوليدات تاع انايا